ألقت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد كلمة مصر أمام الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، والذي عقد تحت عنوان الاستثمار في مستقبل مستدام بمدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا. أكدت الوزيرة على أن انضمام مصر لتجمع دول البريكس يعكس تقارب الرؤى والأهداف التنموية المشتركة. كما أشارت وزيرة التخطيط إلى تعزيز النمو الشامل من خلال دفع الشراكات مع أعضاء بنك التنمية الجديد وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي شامل لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي. أعلنت وزارة الصناعة إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية غدا الأحد، وذلك بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية إي فاينانس، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي وخدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي. تتضمن المرحلة الأولى من إطلاق منصة مصر الصناعية غد عددا من الخدمات الرقمية الخاصة بالمستثمرين الصناعيين، منها خدمة تخصيص الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية، وخدمة إصدار رخصة التشغيل بالإخطار، فضلا عن خدمة المتابعة السنوية مع إتاحة خدمة الدفع الإلكتروني من خلال منصة مصر الصناعية عن طريق قنوات الدفع المختلفة منها الكروت البنكية وفروع البنوك المختلفة. شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط في الجلسة النقاشية لمحافظي بنك التنمية الجديد حول فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة وفي الدول النامية. جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك والمنعقد تحت عنوان الاستثمار في مستقبل المستدام بمدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا. وفي كلمتها أوضحت الوزيرة أن تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يعد أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات. اتفقت وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إتاحة خدمة تحصيل مستحقات وزارة التموين عن طريق مكاتب البريد المنتشرة بكل محافظات الجمهورية، والتي تبلغ 4650 مكتبا. يأتي هذا التعاون تسهيلا على أصحاب المخابز البلدية المدعمة والبالغ عددها 30,000 مخبز بكل المحافظات لسداد الغرامات أو التأمين أو فروق تكلفة التصنيع في فروع مكاتب البريد المصري لصالح هيئة السلع التموينية. انطلقت النسخة 11 من موازنة المواطن، حيث تم تخصيص 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، وتخصيص نحو 134.2 مليار جنيه للسلع التموينية. تضمنت النسخة أيضا تخصيص 40 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، وتخصيص 11.9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي. We'll be right back.
بحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت مع مسؤولي شركة سيمنز التعاون في مجال توطين صناعة المهمات الكهربائية، خاصة على الجهدين المتوسط والمنخفض، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فيما يخص أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربائية. واستعرض عصمت خلال الاجتماع أوجه التعاون المختلفة مع الشركة، لافتا إلى أن الدولة تدعم توطين الصناعة المرتبطة بمهمات الطاقة المتجددة في إطار رؤية شاملة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا، مشيدا بما تقوم به شركة سيمنز لتعزيز وجودها بالسوق المصرية. أكدت وزارة النفط العراقية أن تخفيض الإنتاج الذي يعمل به العراق قرار جماعي يشمل 23 دولة بمجموعة أوبك بلس. أشارت الوزارة وزارة النفط العراقية إلى أن قرار تخفيض الإنتاج جاء باتفاق مع أوبك وأوبك بلس، والهدف منه هو الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق ومنع هبوطها بفعل التطورات الجيوسياسية التي يشهدها العالم. وأضاف أن قرار تخفيض الإنتاج جاء ليصب في صالح المنتجين بالدرجة الأولى وأيضا لصالح المستهلكين. بلغت قيمة التجارة الدولية للصين في السلع والخدمات حوالي 4.24 تريليون يوان في يوليو الماضي، مسجلة زيادة قدرها بنسبة 12% على أساس سنوي، أظهرت الهيئة الصينية للنقد الأجنبي. أظهرت أن الصادرات والواردات الصينية من السلع والخدمات بلغت 317.5 مليار دولار و 276.4 مليار دولار على التوالي، مسجلة فائض قدر ب 41.1 مليار دولار.